لما بعد اذنك لو ترك اولاد كلهم بقوا كبار وتزوجهم وبقوا كويسين وفي بنت ضعيفه واوصى ان يحجز لها من ماله ما يجهزها او يزوجها به او كذا زياده على الميراث لان المراد ضعيف. لا ما يفص احد شيء. النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ولم ياذن في تخسير احد بشيء. الحاصل انه لا يوصي لا لبنت ولا لغيره. لو كان عنده اولاد كبار فتزوجوا ولهم وظائف وعنده اولاد صغار لا يفصلون بوصيه. رزقهم على الله جل وعلا، الله الذي يرزقهم سبحانه وتعالى. الميراث بين الجميع، بين القوي الغني الذي يملك الملايين وبين القاصر الضعيف على حد سواء كما قسم الله بينهم. فلا يجوز ان يخص الضعيف منهم بشيء. هذا هو الصواب من اقوال العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم.